طيب ملف ثالث وهو متعلق بجوائز بطولة السوبر ليج. النادي الأهلي كان أعلن منذ فترة بعد آخر اجتماع لورشة عمل للشركة التي تدير مسابقة السوبر ليج الدوري الأفريقي إن الجوائز تم تحديدها في الاجتماع 4 مليون دولار للفائز، 2 مليون دولار و700 للوصيف، ومليون و700 للمتأهل لنصف النهائي ولكن لم يتأهل للنهائي، والمشاركة في الدور ربع النهائي 900,000 دولار. الاتحاد الافريقي منذ حوالي ربع ساعة اعلن في بيان رسمي الجوائز الرسمية بعد اعتمادها، وتم زيادة الارقام. يعني انا عايز اقول لكم في الكواليس الارقام دي زادت حوالي مرتين ثلاثة، نزلت وزادت نزلت وزادت. قدامكم على الشاشة وده بيان الكاف، يمكن لسه منشور من حوالي دقايق قليلة جدا، ولكن الرسمي والقرار النهائي قدامكم على الشاشة. البطل 4 مليون دولار، البطل هياخد 4 مليون دولار، الوصيف بدل ما كان هياخد 2 مليون 700 بقى 3 مليون دولار، بقى 3 مليون دولار، المتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي مرحلة السيمي فاينل 1,700,000 دولار، مجرد المشاركة 1,000,000 دولار. وبالتالي أنا شايف يعني دي آخر خطوة لزيادة الأرقام بالشكل اللي احنا شايفينه، 1,000,000 دولار لمجرد المشاركة في الدوري الأفريقي. انت بتتكلم على 6 ماتشات، هتاخد 4 مليون لو وصلت فاينل وفزت بالبطولة، وصلت الفاينل وخسرت لا قدر الله 3 مليون دولار. يعني انت بتتكلم 6 مباريات في السوبر ليج بتساوي 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. طبعا فرق كبير جدا في عدد المباريات، لكن الجايزة هنا زي هنا متساوي. وسبق قبل كده انا قلت الأرقام كانت بتتقال قبل كده، كانت أرقام تقديرية بتتقال في البداية، ولكن بعدها لما سألت مسؤول بارز في هذا الملف في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، لأن في شراكة ما بين الفيفا والكاف في هذا الملف، قال لي من الصعوبة إن جائزة البطولة في النسخة الأولى تكون أكتر من كأس العالم للأندية. قلت له كأس العالم 5 مليون للفائز، قال لي صعب بطولة في إفريقيا تكون جائزة البطل أعلى من كأس العالم للأندية. فبالفعل رسميا خلاص البطل هياخد 4 مليون دولار، وده بالفعل رقم أقل من جائزة المشاركة في كأس العالم، لأن كأس العالم البطل بياخد 5 مليون دولار، ولكن المشاركة لوحدها 1,000,000 دولار. طب بما أننا بنتكلم على السوبر ليج، وامبارح على السوشيال ميديا كان في خبر ترند، موضوع سان داونز، ماموريدي سان داونز هيشارك ولا مش هيشارك، موقفه إيه؟ هل ماموريدي سان داونز انسحب من بطولة الدوري الإفريقي؟ خدوا بقى الكلام اللي مش هتسمعوه في أي حتة. أولاً ماموريدي سان داونز لم يعلن انسحابه من بطولة الدوري الإفريقي. نادي سان داونز بطل جنوب إفريقيا لم يرسل خطاب بانسحابه من الدوري الإفريقي لكرة القدم. نادي سان داونز يؤكد مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. ولكن الأزمة فين؟ الأزمة مش عند نادي سان داونز، ونادي سان داونز لم ينسحب ولم يبدي انسحابه ولا يفكر في الانسحاب، ولكن الأزمة تتعلق بأن شركة الدوري الإفريقي تأخرت في إرسال مواعيد البطولة لاتحاد جنوب إفريقيا، تأخرت في إرسال مواعيد البطولة لاتحاد جنوب إفريقيا. فبالتالي مجرد ما تم إرسال الإيميل، اتحاد جنوب إفريقيا أرسل الإيميل إلى رابطة دوري جنوب إفريقيا، أرسل الإيميل إلى رابطة دوري جنوب إفريقيا. فالرابطة لقت أن فجأة هم بيتعاملوا رسمي طبعا، هو كلام كله في السوشيال ميديا وفي المواقع والناس كلها عارفة، وحتى الاتحاد الإفريقي عمل مؤتمر صحفي وعمل قرعة والناس كلها بتتكلم، ولكن طبقا للإيميلات الرسمية إيميل مشاركة سان داونز أو مخاطبة اتحاد جنوب إفريقيا كانت متأخرة، فالإيميل ده راح للرابطة في وقت متأخر. فالرابطة وجهت الدعوة للأندية إن في مشاركة لبطولة مستحدثة لبطل جنوب إفريقيا نادي سان داونز في الفترة من 2010 إلى 11 نوفمبر. الرابطة رفضت تأجيل أي مباراة، مش رفضت مشاركة نادي سان داونز، لا، الرابطة رفضت تأجيل أي لقاء، وقالت إن التأجيل ده هيؤثر على مشوار البطولة وعلى توقيت ختام البطولة وعلى الأمور المتعلقة بانتقالات اللاعبين في نهاية الموسم، وبالتالي الرابطة رفضت. نادي سان داونز ومجرد ما علم بهذا الخبر أو بهذه التفاصيل وهو ما كانش حاضر هذه أو هذا الاجتماع، أرسل خطاب رسمي إلى رابطة الدوري بخصوص موقفه من المشاركة.
حتى الآن لم يتم البت في هذا الخطاب، ولكن معلوماتي أن هناك اتجاه لدى الفيفا والكاف لمخاطبة اتحاد جنوب إفريقيا لاستثناء نادي صن داونز طبقا للوائح البطولة التي تم اعتمادها في نهاية شهر 8، أن الفرق التي تشارك في الدوري الأفريقي ما بين قوسين السوبر ليج يتم إعفائها من المشاركة في الدوريات المحلية. فاكرين زمان لما قلت الخبر ده كان في شهر 7، قلت إن شركة الدوري الأفريقي هتخاطب كل الاتحادات اللي أنديتها بتشارك في البطولة وتقول لهم أي نادي هيشارك في البطولة يتم إعفائه من المشاركة في الدوري المحلي وتأجيل اللقاءات. وطبعا بعض الناس قالوا لي ما ده طبيعي، هيلعب فين في الدوري أثناء البطولة؟ أهي جات رسمة أهي وبقت مشكلة وبتتناقش، والفيفا والكاف بيتدخلوا عشان تتطبق رسمي ونادي صن داونز يشارك في البطولة. نادي صن داونز لا يبدي أي استعداد للانسحاب ولا يبدي أي موافقة على طلبات رابطة الأندية في جنوب إفريقيا، ولكن متمسك جدا بالمشاركة، وهناك اتصالات على أعلى مستوى ولكن ما بين الاتحاد الإفريقي والفيفا مع اتحاد جنوب إفريقيا لإختار الرابطة بتأجيل لقاءات صن داونز. ده الموقف الرسمي حتى الآن. اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية أول ما يكون في قرار رسمي بالتأكيد هنخطر حضراتكم بكل التفاصيل، في ظل إن احنا من أول يوم معاكم في كل تفاصيل هذه البطولة وكل تفاصيل مشاركة الأهلي في هذه البطولة اللي خلاص باقي عليها أيام قليلة جدا. النهاردة بنتكلم 30/9، أول مشاركة 20/10، يعني بنتكلم بالظبط في 3 أسابيع وهتكون البطولة رسميا الأهلي بيشارك فيها وبيستعد فيها خلال الفترة اللي جاية.